الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، كل العالمين. لم يقل الحق سبحانه: أرسلناك رحمة للمؤمنين وحدهم، أو المسلمين وحدهم، أو الموحدين وحدهم، أو لأصحابك وحدهم، أو لأمتك وحدهم. إنما أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداه، ويقول: من لا يرحم لا يرحم، ويقول: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ويقول الحق سبحانه: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل على لسان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء داعيا: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال رب العزة: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فقل له يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يبكيك. فأته جبريل عليه السلام فقال: يا محمد ما يبكيك؟ فقال: أمتي 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 أمتي. فعاد جبريل إلى رب العزة: والله أعلم بحال نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: يا محمد إنا سنرديك في أمتك ولا نسوءك. قال بعض أهل العلم: هي الشفاعة الكبرى يوم القيامة، يوم أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الشفاعة العظمى، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، وأن نكون ممن يشربون عند الحوض بيد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وتجلت رحمته صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة مع الإنسان ومع الحجر ومع الشجر ومع الحيوان ومع كل شيء. يوم الطائف بعد أن سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه إلى السماء بدعائه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى غيب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمي؟ اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. وهنا يأتي جبريل: يا محمد، ملك الجبال يناديك: يا محمد لو شئت لأطبقنا عليهم الأخشبين. فيقول: لا يا أخي يا جبريل، ولكني أقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بعد أن آذوه وأخرجوه وآذوا أصحابه ولقي منهم ما لقي، قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم:
قولته المشهورة التي خلدها التاريخ: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما رأى رجلا يتعب جمله ويحمل عليه فوق ما يطيق قال: يا هذا اتق الله في البهيمة التي ملكك الله إياها، فإن جملك هذا قد اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ولما كان فوق أحد كان يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما اهتز أحد يوما وكان صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع قال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا هو سيدنا رسول الله الذي كان رحمة للعالمين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه ويقتدون بسيرته وسنته، ويجعلنا من الرحماء، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.